السلام عليكم. إذا تمرين في التعميل factorize les expressions suivantes. إذا أول عملية 6 A كتساوينا 6 X زائد 6 Y. إذا أول خطوة في التعميل خصني نقلب على لو فاكتور كوما العامل المشترك ما بين الحدود ديال التعبير. إذا عندنا 6 X 6 Y العامل المشترك هو 6. اذا كيمكن لي نوضح هذا نبين داك العامل المشترك س اي. الخطوه الثانيه كنعمل هذا العامل المشترك اذا 6 كنفتح القوس. اذا الحد الاول كيبقى لنا اكس زائد كيبقى الحد الثاني اي ب كتساوي لنا 20 ناقص 30 ا. اذا اول خطوه قلنا كنقلبوا على العامل المشترك. طبيعه الحال العامل المشترك ممكن يكون ما باينش اذا خصنا نبينوه. اذا هنا عندنا 20 هنا عندنا 30 ا. اذا ممكن نعمل بالعدد 10. اذا 20 راه هي 10 في جوج و 30 هي 10 في العدد 3 ا. اذا كنعملو بالعدد 10. اذا 10 إذن في الحد الأول كيبقى لنا جوج ناقص وفي الحد الثاني كيبقى لنا ثلاثة أ. سي 15 أ ناقص 25 بي. إذن عندي جوج ديال الحدود خصنا نحاول نقلب على واحد العامل اللي لقاه في الحدين جوج عامل مشترك. إذن كيبان لي هنا 15 هنا 25. اذا العامل هو العدد 5. اذا خصني نبينو 15 هي 5 في 3 في 3 ا و 25 هي 5 في 5 ب 5 في 5 25. اذا اون فاكتوريز بار 5. اذا كيبقى لنا 3 ا ناقص 5 ب. العدد دي اذا دي سود ا مربع زائد 12 ا. اذا نحاول نقلب على لو فاكتور كوما. اذا لاحظوا معايا كاين ا وكاين ا وكاين كذلك تسعود وكاين 12. اذا و تسعود و 12 عندهم واحد القاسم مشترك بيناتهم اللي هو 3. إذن شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نفكك داك الكتابة. إذن تسعود راه هي 3 في 3 أ وداك أ كاري راه يمكن لي نكتبها هي أ في أ. 12 هي 4 في 3 أ. إذن هنا كيمكن لي نعمل بثلاثة وكيمكن لي نعملو بأ. إذن حنا شنو غادي نديرو؟ غنعملو بثلاثة أ. إذن هاد التعبير هذا 3 في 3 في أ في أ راه يمكن لي نكتبو 3 أ في 3 أ. 3 أ في 3 أ 3 أ في 3 أ هي تسعود أ مربع. إذا كنعملو 3 أ. إذا 3 أ كيبقى لنا 3 أ زائد العدد 4. أو كتساوي لنا 15 إكس كاري زائد 5 اكس. اذا لو فاكتور كوما. اذا لاحظ معايا هنا في هاد الحدين بجوج فنلقى اكس وكنلقى هنا اكس كاري. اذا يمكن لي نلقى اكس وعندنا 5 وعندنا 15. اذا كاين قاسم مشترك اللي هو 5. اذا ممكن نعمل باكس وممكن نعمل ب 5. اذا غادي نعملو ب 5 اكس. اذا نبينو داك العامل المشترك 15 راه هي 5 3 أو 3 في 5 و x كاري راه هي x مضروبة في x زائد 5 مضروبة في x. إذا 5 x إذا 3 هنا يمكن لي نبدل الترتيب. إذا هذه 3 x مضروبة في 5 x
ثابت حنا زائد 5 اكس. اذا زائد 5 اكس، يعني العامل المشترك هو 5 اكس، ولكن لاحظوا هنا عندنا غير 5 اكس. اذا يمكن لي نضرب 5 اكس في العدد 1. اذا العامل المشترك هو 5 اكس. اذا 5 اكس كيبقى لي هنا 3 اكس الحد الاول زائد 1. انتبهوا هنا مزيان، راه كاين اللي كيدير زائد 0، راه دائما خصو يبقى عدد، خصو يبقى عدد. اذا زائد 1. دونك الا بغيت نتاكد غادي ندير النشر 5 اكس في 3 اكس و 5 اكس في زائد 1، اذا خصني نلقى هذا التعبير هذا. نشوفوا العدد اف. اذا 16 اكس كاري زائد 24 اكس. اذا حدين كنلقاو هنا اكس وهنا اكس، يعني يمكن لي نعمل باكس، وكنلقاو 16 وكنلقاو 24. اذا شيء قاسم مشترك، اذا هو العدد 4، وكذلك يمكن لي ندير العدد 8، حيت علاش 16 هي 8 في 2؟ اذا 8 في 2 ولا 2 في 8 مضروبه في اكس مضروبه في اكس، و 24 اكس هي 8 في 3، اذا هي 8 في 3 اكس. اذا حنا ممكن نعملو عندنا 8 وعندي اكس، اذا كنعملو باش ب 8 اكس. اذا هذا التعبير هذا شنو هو؟ هو 2 اكس ضرب تبادلي، راه يمكن لي نبدل الترتيب ديالهم، 8 اكس زائد 8 3 في 8 اكس. اذا 8 اكس هو لو فاكتور كومون. اذا 8 اكس كيبقى لي 2 اكس في الحد الاول زائد 3.